أهنئ الجميع بالنجاح الباهر الذي حققوه، ونتمنى إن شاء الله ينفعوا به البلاد والعباد ويكونوا خير خلف لخير سلف. والجزائر والعالم تمر بمرحلة صعبة جراء الكوفيد 19، ونتمنى إن شاء الله يسخروا كل القوة تاعهم لمحاربته ومحاربة كل الأمراض. ولكن أرى أن هناك من يتخرج حديثا يكون شعلة متقدة من الحماس، وعندما يذهب إلى مؤسساتنا تصادفه عراقيل، هو يريد أن يعمل بكل صدق لكن لا يجد من يمد له يد المساعدة، ولسنا ندري لماذا، بالرغم من أن الدولة وفرت الإمكانيات وفرت الهياكل وفرت الأجهزة الطبية، لكن لا حياة لمن تنادي. أرجو أن يجدوا يد المساعدة ويجدوا الذي يعينهم على أداء مهمتهم، وبالتوفيق إن شاء الله.